عليكم، اهلا وسهلا بحضراتكم في درس جديد وفيديو جديد من الاستراكشن كورس اوف اوفثالمولوجي. بدانا المره اللي فاتت درس الاكسترا اوكلر ماسل والاي موفمنت والسكوينت، وعرفنا ايه هي الاكسترا اوكلر ماسل and how they act. زي ما تعودنا نبدا فيديو النهارده بصوره التامل. يا ترى الصورة دي بتثير في أذهانكم إيه؟ في ناس الصورة دي فكرتهم باختلاف أشكالنا وألواننا، وإن معيار التفاضل بيننا عند ربنا سبحانه وتعالى هو التقوى. ناس تانية فكرت في حجم التضاد الموجود في الصورة وفي الحياة، أبيض وأسود، راجل وست، ليل ونهار، وفكرتهم بالثنائيات اللي موجودة في الكون. كل حاجة في الكون اتنين، وفي الغالب متضادين ومختلفين ولكن متكاملين، ما عدا حاجة واحدة في الكون هي وحيدة، هو سبحانه وتعالى الواحد الأحد. آخرين على العكس، الصورة دي أظهرت لهم حجم التوافق والاندماج ما بين شخصين. الرومانسيين شافوا في الصورة ديت مودة ورحمة وحب، وكلنا نعرف ان ربنا سبحانه وتعالى كتب لكل واحد منا نصيبه من الحب، هياخده. واحنا عارفين برضو ان اللي هياخد نصيبه من الحب في الظلمة سيحرم منه في الضوء. ناس فكرت في شريك الحياة وسألت نفسها ايهما افضل، اختيار شريك متماثل ومتوافق ام اختيار شريك مختلف لنتكامل. يا دكتور طارق سيبك من شريك الحياة والامتحانات قربت، وقول لنا ايه علاقة الصورة دي بموضوع النهاردة. الصورة دي فيها التضاد والتوافق والتكامل، واحنا النهاردة هندرس الاي موفمنت اللي هي ممكن تكون متوافقة وفي نفس الاتجاه، او متضادة وكل عين تمشي عكس التانية بس دايما متكاملة. ممكن تكون متوافقة أو كونجوجيت، أو ممكن تكون متضادة أو ديس كونجوجيت. تعالوا نشوف مع بعض إزاي ممكن حركة العين تبقى متضادة أو متوافقة، وفي كلا الحالتين كيف تكون متكاملة. احنا عندنا 3 types of eye movement. اول نوع اللي هو الدكشن، والدكشن دوت لما عين واحدة لوحدها تتحرك في الاتجاهات المختلفة، والفيرجن ده لما العينين الاتنين يتحركوا مع بعض في نفس الاتجاه، والفيرجنس ودوت لما العينين الاتنين يتحركوا عكس بعض. في ناس بتحب تقسمهم ليوني اوكلر وباينوكلر. اليوني اوكلر هي الدكشن، والباينوكلر كونجوجيت او ديس كونجوجيت، يعني حركة متوافقة كونجوجيت زي الفيرجن لما عينين الاثنين تبص يمين وفوق او تبص يمين او تبص شمال، والديس كونجوجيت او المتضادة اللي هو الفيرجنس لما عينين الاثنين تبص عكس بعض. اول نوع هو الدكشن، ونبص مع بعض في الفيديو دوت ونشوف يا ترى هما كام سب تايب، يعني جوه الدكشن ده العين بتتحرك ازاي. لو تلاحظوا حضراتكم ان انا جبت صورة عين واحدة بس، لان الدكشن بنتكلم على مونو اوكلر موفمنت. طب يا ترى العين ممكن تروح فين؟ ممكن تبقى ادكتد او ابدكتد، وده بنسميه ابدكشن وادكشن، او ممكن تطلع لفوق فسميها سوبرادكشن، او تنزل لتحت انفرادكشن، او تلف ناحية النوز تبقى
intorsion او تلف toward the temple تبقى extorsion. والحقيقة adduction بيتقسم horizontal movement و vertical movement و rotatory movement. ال adduction وال abduction هم ال horizontal movement. ال supraduction وال infraduction الاسم تقيل عشان كده سميناهم elevation و depression. وال intorsion وال extorsion دول ال rotatory movement. اي عضلة في الدنيا بتعمل الدكشن موفمنت بسميها اجونست، العضلة اللي بتشتغل، والعضلات اللي بتساعدها في نفس الاتجاه بسميها سينرجست، والعضلة اللي بتعكسها في نفس العين اللي بتخليها ما تروحش الناحية اللي عايزة تروحها هسميها انتاجونست، وبسميها دايركت عشان اميزها على العضلة اللي هتعكسها في العين التانية. انا بتكلم على عين واحدة دلوقتي لان الدكشن از مونو اوكلر. تعالوا ناخد مثال عشان توضح الامور. لو قلنا اللاترال ريكتس هي العضله اللي هتخلي العين تطلع لبره يبقى هسميها الاجونست. ايه العضلات اللي بتساعدها؟ كل العضلات اللي بتطلع العين لبره، يبقى السينرجيست بتاعها ايه؟ هما الابدكتور. طب ايه اللي بيعكسها؟ ايه اللي بيخلي العين ما تطلعش لبره؟ اكيد في نفس العين دي اكيد الميديال ريكتس هي اللي ما بتخليهاش تطلع لبره. في الحالة ديت هسمي الميديال ريكتس دايركت انتاجونيست لللاترال ريكتس. ناخد مثال تاني، السوبيرو ريكتس. السوبيرو ريكتس هي الاجونيست. مين بيساعدها؟ العضلات اللي هتطلع العين لفوق. طب مين بيعكسها؟ ها نفكر مع بعض. السوبيرو ريكتس بتطلع العين فوق وبره، يبقى اللي هيعكسها هي العضلة اللي بتنزل العين تحت والجوه، اكيد هي السوبيريور اوبليك. في قانون بيشتغل في حالات الدكشن اسمه شيرينغتون لو اوف ريسيبروكال انرفيشن، والحقيقه معلش انا بحب اسميه قانون الحمير. والحقيقه الحمير احنا مش بنقلل من شأنها، ولكن الحمير كتير جدا بتبقى اكثر تفاهما من البني ادمين. شايفين الصوره بتوع اللي في اول صوره فوق عند الايه ده؟ حمارين اعزكم الله مربوطين مع بعض، كل واحد فيهم عاوز ياكل البرسيم اللي ناحيته، كل واحد ما بيشد ما بيوصلش، فاتفقوا مع بعض ليه ما نجيش احنا الناحيه دي احنا الاثنين ناكل من البرسيم ده، وبعد كده نلف احنا الاثنين من غير ما نعاكس بعض نروح ناحيه الناحيه الثانيه وناكل. الحقيقة القانون دوت هو اللي بيحصل في المصل انرفيشن. لما المصل تحصل فيها كونتراكشن يبقى الاجونيست بتاعتها لازم يحصل فيها ريلاكسيشن، ولما الامبلس تروح للعضلة دي تكونتراكت لازم يروح للعضلة الاجونيست الانتاجونيست بتاعتها يروح لها امبلس تو ريلاكس. وما انساش ابدا ان احد كبار المديرين كان معلق الصورة دي وراه قاعد في المكتب، وكان كل ما يخش اتنين موظفين عنده من الناس اللي بتشتغل معاه مختلفين مع بعض ومش عارفين يحلوا مشكلتهم يبص ورا على الصورة دي ويشاور لهم عليها، بس عايز يقول لهم ان الحمير اتفقوا، وكانوا يخرجوا الموظفين ويحلوا مشاكلهم من نفسهم. احنا محتاجين في مصر واي اتنين او اي أجزاء من المجتمع تختلف محتاجين إن احنا نتفاهم، لأننا لما نتفاهم هنكسب احنا الاثنين. نرجع للشيرينغتون لو وهنقول إن الـ increase innervation to one muscle is accompanied by decrease innervation to its antagonist. يعني لو حملنا stimulation للاترال ريكتس لازم أعمل inhibition لإيه؟ للميديال ريكتس. تاني نوع اللي هو الفيرجن. تعالوا نشوف مع بعض في الفيديو دوت يا ترى انواع الفيرجن ايه او اتجاهات الفيرجن ايه. Thank you.
inversion أو الـ conjugate movement of the two eye بيبقى movement of the two eyes يعني binocular. العينين moves in the same directions synchronously and symmetrically. بتتحرك العين في نفس الاتجاه بنفس القدر وفي نفس الوقت علشان تخلي الـ visual axis parallel. يفضل برضه الـ visual axis وأنا بتحرك ناحية اليمين أو ناحية الشمال ناحية فوق أو ناحية تحت يفضل الـ visual axis parallel عشان كده هسميه دوت version. واحد يقول لي يا دكتور طارق الـ version ده اللي هو بيحرك العينين في different cardinal direction هو اللي بالظبط اللي بيحرك العين ناحية اليمين هسميها dextro version ناحية الشمال levo version أطلعها لفوق supra version أنزلها تحت infra version وقلنا السوبرا والإنفرا تقال فعشان كده هعمل إليفيشن وديبريشن يبقى حضراتكم اللي بيحرك رايت أند أب رايت رايت أند داون ليفت أند أب ليفت ليفت أند داون هو ديت الحركات الديفرنت فيرجن اللي احنا عارفينه. شايفين إيه دي حضراتكم؟ دي اسمها يوك والخشبة دي بيربطوها في رقبة التيران أعزكم الله علشان التورين دول يمشوا مع بعض مش كل واحد يمشي في حتة وبالتالي يبقى مجهودهم واحد. كلمة يوك دي احنا استخدمناها على العضلات اللي بتودي العين في اتجاه واحد يعني عندنا العضل اللي بتودي العضلتين اللي بتودي العين فوق ورايت في الناحية اليمين سوبيرور ريكتس والانفيرو اوبليك بتاع الناحية الشمال فسمينا الرايت سوبيرور ريكتس والليفت انفيرو اوبليك يوك مسل. يبقى احنا عندنا بقى يا جماعه كام يوك مسل كده عندنا 2 يوك يوك هنا واثنين هنا واثنين هنا ده 3 واثنين هنا واثنين هنا واثنين هنا يبقى عندنا 6 يوك مسل. ما ننساش ان احنا عندنا 6 عضلات و6 دايركشن و6 يوك مسل و3 نيرفز وخدنا التمرين ده قبل كده مش هنعيده تاني. ايه اللي بيحرك العينين الاثنين رايت اند اب؟ قولوا بقى انتوا لوحدكم ايه اللي بيحرك العينين الاثنين. ها عاوز اسمع صوتكم. ايه اللي بيحرك العينين الاثنين رايت؟ ايه اللي بيحرك العينين الاثنين رايت اند داون؟ ايه اللي بيحرك العينين الاثنين ليفت ان ديفرنت بوزيشن؟ لما بقول العيان بص لفوق بشغل اربع عضلات الرايت سوبيرور ريكتس والرايت انفيرو اوبليك والليفت سوبيرور ريكتس والليفت انفيرو اوبليك ولما بقول العيان بص لتحت برضو بشغل اربع عضلات الرايت انفيرو ريكتس والرايت سوبيرور اوبليك والليفت انفيرو ريكتس والليفت سوبيرور اوبليك. واحد يقول لي يا دكتور طارق لما انا ببص ناحيه اليمين الرايت لاترال ريكتس بتشتغل والليفت ميديال ريكتس بتشتغل. جميل. الرايت لاترال ريكتس دي شغاله بالسادس والميديال ريكتس شغاله بالثالث الثيرد كرينال نيرفز. هو ايه اللي ربطهم ببعض؟ المفروض ان الاثنين يبقوا ستيموليتد في نفس الوقت. ايه اللي ربطهم ببعض؟ اقول له اللي ربطهم ببعض الميديال لونجيتودينال باندل. والميديال لونجيتودينال باندل بتاخد انرفيشن من الفيستيبولار نيوكلاس ومن الهيرينج سنتر ومن الفيجوال سنتر وعندها كونكشن مع الكرينال نيرف 3 و 4 و 6 عشان كده حضرتك عينيك بتتحرك according to the hearing and visual and equilibrary stimuli. لما حضرتك يختل توازنك عينيك تتعدل في الاتجاه اللي تحتفظ بالتوازن فيه. لما حضرتك تسمع صوت حضرتك بتبص على طول ناحية الصوت بعينيك الاثنين بالاكشن بتاع الميديال لونجيتودينال باندل. لو شفنا في الفيرجن هنلاقي اي عضله لها كونترالاترال سينرجيست اللي هي العضله اللي بتحركها في تحرك في العين تحرك العين الثانيه في نفس الاتجاه اللي حركته العضله الاجونست وليها برضو كونترالاترال انتاجونست العضله اللي في العين الثانيه اللي تمنحها من انها تروح في الاتجاه اللي هي عاوزه تروح له. ناخد مثال عشان ما نتلخبطش هنقول ان في العين اليمين ديت
الرايت لاترال ريكتس هي الاجونست. ايه العضله الكونترالاترال سينرجيست اللي بتخلي العين الشمال تروح برضو في نفس الاتجاه ناحيه اليمين؟ هي الميديال ريكتس. يبقى الايه اليوك ماسل بتاعتها الليفت ميديال ريكتس. طب ايه العضله اللي بتمنع اللاترال ريكتس من انها تودي العين هنا؟ في هنا هوت هيبقى اسمها دايركت ايه اجونيست. لا انا بقول على العين الثانيه، العين الثانيه اللي هي كونترالاترال اجونيست، اكيد العضله دي هي اللي هتمنع اللاترال ريكتس بتاعت الناحيه اليمين انها تروح الناحيه دي، والعضله ديت هي الليفت اللاترال ريكتس. طب يا ترى اهميه الفيرجن ايه؟ اول اهميه في الفيرجن فيسيولوجيكال، واحنا عارفين ان في قانون بيقول during conjugate movement equal and simultaneous innervation flow to the yoke muscle. يعني انا عاوز ابص لفوق ويمين، هشغل الرايت سوبيرو ريكتس والليفت انفيرو اوبليك، لازم يروح لهم innervation وستيميليشن equal عشان الاثنين يمشوا في نفس الوقت و at the same extent، يمشوا الاثنين في نفس الدرجة، يروحوا بالاتجاه اللي هي عاوزين يروحوا. يبقى دوت اول جزء من الهيرنج ايه لو. الجزء الثاني والاجونيست والانتاجونيست ماسلز تو ذا يوز ماسل ار انهيبيتد تو الاو فور اوبتيمم اكشن اوف يوك ماسل. نقول ثاني، يعني لو عند حضرتك انا عاوز ابص رايت اند اب، يبقى هشغل السوبيرور رايت سوبيرور ريكتس والليفت انفيرو اوبليك، هروح لكل واحده من دول ثلاثه ستيمولاي، يبقى في نفس الوقت لازم يروح انهيبيشن للعضله اللي بتعكسها اللي هي الرايت سوبيرو اوبليك والليفت انفيرور ريكتس. لما احب اسال سؤال صعب في الامتحان اقول لحضرتك في الشفوي عشان تاخد درجه كبيره يعني وتاخد الدرجه النهائيه، اقول لحضرتك لما تبص فوق ويمين يا ترى which contralateral muscles will relax؟ أنا العضلتين اللي هيبقوا ريلاكست فين؟ في العينين ديت وفي العين التانية كمان. الامبورتنس التاني بتاع الفيرجن هو في الباثولوجي، وهنا نبص مع بعض عشان هنفهم موضوع مهم جدا بالنسبة لنا. احنا عارفين اللي بيودي دي رسمة العين اليمين والعين الشمال ومحطوط فيها الميديال ريكتس واللاترال ريكتس، ادي اللاترال ريكتس والميديال ريكتس، ودي العين الشمال ميديال ريكتس واللاترال ريكتس، وكلهم ايه كويسين. اللي بيودي العين في الاتجاه ده مين يا جماعة؟ ها اللي بيودي العين في اتجاه اليمين هتبقى عندنا الرايت لاترال ريكتس والليفت ميديال ريكتس. ممتاز، خلاص هتبص تلاقي دي رايحة لها ستيمولانت اكتر ودي رايحة لها ستيمولانت مساوية ليها، عشان كده العين راحت اليمين. انا هفترض افتراض ان العين ديت العضلة ديت في العين اليمين حصل فيها باريسس ضعفت. في الوضع الطبيعي العين موجودة في النص، العضلة اللاترال ريكتس شادة والميديال ريكتس شادة العكس بتاعها، لما العضلة دي تضعف العين تروح لفين؟ اوتوماتيك لما العضلة تضعف العين تخش لجوه، يحصل ديفيجن. الديفيجن دوت بسميه برايمري ديفيجن. يبقى أول حاجة أعرفها إن البرايمري ديفيجن هو الديفيجن بتاع الآي لما يحصل باريسس أو باراليسس إيه في عضلة من العضلات. العين تروح فين؟ تروح في اتجاه العضلة الإيه؟ الأجونيست بتاعتها، الأنتاجونيست بتاعتها، العضلة الأنتاجونيست تشدها تدخلها لجوه. جميل جدا. طيب لو أنا حطيت كفر قدام العين اليمين، العين اليمين هيجرى لها حاجة. العين اليمين داخلة لجوه مش فيكسيتنج، والعين الشمال فيكسيتنج لما بحط الكفر دوت ما حصلش اي تأثير. طب هاخد الكفر ده انقله الناحية التانية، هتبتدي العين اللي فيها باريسز تحاول تيجي في النص عشان تعمل فيكسيشن، هي اصلا ضعيفة مش قادرة، فتعمل مخ يعمل ايه علشان يحركها؟ يبعت لها امبلس اكتر، فبدل ما كان بعت لها 1 بلس وعايز يحركها الناحية دي يبعت لها 3 بلس. جميل، هتحاول تحركها، هتحركها بصعوبه قوي، تجيبها سنه صغيره كده ايه ناحيه النص. طب لما المخ يبعت 3 بلس للرايت لاترال ريكتس هيبعت 3 بلس لمين تاني؟ برضو اكيد هيبعت 3 بلس برضو
للليفت ميديال ريكتس. طيب الثري بلاسز دول في العضلة الضعيفة يا دوبك حركوها سنة صغيرة، طب الثري بلاسز في العضلة القوية هيعملوا فيها ايه؟ هيحركوها لجوه اكتر. يبقى لو حطيت الساوند اي غطيتها ابص الاقي الساوند اي دخلت لجوه اكتر. دخول الساوند اي والديفيجن بتاعها ده ما هوش برايمري نتيجة الليجن، انما نتيجة الايه؟ الاكلوجن بتاعها، لان الاستيمولنت هنا جاية كتير. عشان كده هسمي الديفيجن ده سكندري ديفيجن. يبقى عندنا لما بيحصل باريسس او باراليسس في مصل بيبقى عندنا برايمري ديفيجن في الباراليزد مصل من ناحية العين اللي فيها برنايز مصر، ويبقى فيه سكندري ديفيجن في العين السليمة. وتلاحظوا يا جماعة ان السكندري ديفيجن دايما بيبقى اكبر واقوى من البرايمري ديفيجن. الصورة دي مجمعنا كله مع بعض ان لما بيحصل كفر وعندي باريسز العين دي بتخش لجوه سنة صغيرة وتبقى دي اسمها برايمري ديفيجن. لو غطيت العين الساوند تخش اكتر لجوه وده اللي هنسميه السكندري ديفيجن. اخر امبورتانس ودوت امبورتانس فاني شويه لان احنا مش مهتمين بيه، بتوع السايكولوجي هم اللي مهتمين بيه وبتوع البودي لانجويج والاي لانجويج، بيقولوا ان سام كايند اوف اي موفمنت اكومباني ثوتس. يعني حضرتك لو انت بتفكر بتتذكر صوره هتبص لفوق وشمال، لو انت بتتذكر صوت هتبص شمال، لو انت بتكلم نفسك او في حوار داخلي هتبص تحت وشمال. anyhow في بعض الناس بتعتقد في الكلام دوت واحنا out of interest. النوع الثالث هو الفيرجنسز. نبص مع بعض يعني ايه فيرجنسز. خدتوا بالكم ايه اللي بيحصل في العين؟ ده binocular movement، التو اي موف at the same time synchronous وsymmetrical، الاثنين في نفس الوقت والاثنين بنفس الدرجة بس في اي direction؟ in the opposite direction. يعني اللي يلما العينين بتخش لجوه الاثنين، يلما العينين بتطلع لبره في نفس الوقت synchronously and symmetrically. والحقيقة عندنا two types، الconvergence لما التو اي تيرن انورد، ودوت بستخدمه طول ما انا قاعد بقرا، طول ما انا قاعد بشتغل نير وورك وبشتغل بشغل معاه كمان الاكوموديشن. وحضرتك وانت بتتفرج على الفيديو دلوقتي انت مشغل ايه؟ الكونفرجنس. وطول ما انت قاعد بتذاكر انت مشغل الكونفرجنس. ولما اقول لواحد في الامتحان اعمل كونفرجنس كده يمسك ورقه ويبص فيها عينيه هتعمل كونفرجن. انما لما اقول له اعمل diversion يعني two eyes turn outward، العين الاثنين تطلع لبر، الناس كلها تحتار ازاي اعمل diversion. ابدا سهل جدا، امسك الورقة وبص عليها هتلاقي نفسك عينيك حصل فيها conversion. بص لي انا وبص لبعيد هيحصل ايه؟ هترجع العين طبيعي تاني لمكانها، فهتتحرك من جوه لبرة، وفي الحالة ديت هيبقى ده الdivergence. نبقى عارفين ان مع الكونفرجنس بيحصل اكوموديشن، وفي حسبه لازم كلنا نبقى عارفينها ان مع كل دايوبتر اوف اكوموديشن بيبقى فيه 1 متر انجل اوف كونفرجنس، والمتر انجل دي يونت بقيس بيها الكونفرجنس. الحقيقه دلوقتي استبدلناها بالبريزم دايوبتر، فمع ال 1 دايوبتر اوف اكوموديشن عندنا من 4 ل 5 بريزم دايوبتر كونفرجن. بكده نبقى من فضل الله خلصنا الاكسترا اوكلر ماسلز، وخلصنا المره اللي فاتت، وخلصنا النهارده التايبس اوف اي موفمنت. اتعشم ان حضراتكم تكونوا فهمتوها، ده درس صغير ودرس لذيذ، ودي الريفرنس بتاعتنا. اسيبكم على وعد بان انتم تذاكروا كويس، وعلى وعد من ربنا سبحانه وتعالى اذا احيانا ان نلتقي في فيديو جديد. أشوفكم على خير، وسيبكم على طاعة ربنا وفي أمان الله.